مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليز دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختار الحكم الدولي التونسي هيثم قيرات ضمن القائمة النهائية للحكام المحترفين في القارة الافريقية. القائمة هذه تضم 27 حكم باش يخوضوا مع بعضهم أول تربص نظموا الكاف خلال الفترة الممتدة بين 12 و17 جويلية الجاري. الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت خبر يهم المدربين التوانسة والأفارقة بصفة عامة، حيث كشفت على روزنامة الخاصة بالحصص التكوينية للحصول على الشهادة التكوينية المعروفة في مجال التدريب على غرار الكاف أ، الكاف بي والكاف سي. الحصص هذه باش تدور في الفترة المتراوحة بين 8 أوت و 10 سبتمبر 2023. نحكيو ميركاتو. اللاعب الدولي التونسي نعيم سليتي انتقل رسميا الى نادي الاهلي القطري في صفقة انتقال حر بعد مغادرته لنادي الاتفاق السعودي. امضى سليتي على عقد انضمام العميد الاندية القطرية لمدة زوز مواسم، هذا وباش يلبس القميص رقم 10. هكا ينضم سليتي الى الرباعي المحترف الايفواري ادريسا دومبيا، الجزائري سفيان هني، الاردني يزن نعيمات، والفرنسي عمر ياساني. هذا باش يتحول نعيم سليتي مع فريقه جديد الى النمسا، وين باش يخوض تربص تحضيري في الفتره الممتده بين 15 جويلية و 5 اوت. نواصلوا مع اخبار الميركاتو. النجم الرياضي الساحلي يسعى للتعاقد مع نجم نادي اتحاد العاصمه خالد بوسليو اللي تالق بشكل لافت مع النادي الجزائري خلال النسخه الفارطه لمسابقه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. هذا وساهم بوسليو في تتويج الاتحاد باول لقب افريقي في تاريخه. مدرب النجم الساحلي فوزي البنزرتي هو اللي أوصى بضم اللاعب بحكم معرفته جيدة به، من منطلق أنه درب نادي مولدية الجزائر في بداية الموسم الجاري. في الترجي الرياضي التونسي، المدافع الجزائري محمد أمين توغا اقترب من مغادرة الفريق نحو وجهة خليجية. الصد القطري عبر على رغبته في ضم توغا وكان تخل حتى في مفاوضات جدية مع اللاعب اللي من منتظر أنه يفسخ عقده بالتراضي مع فريق بسويقة. نختم الريبريك متاعنا بالتنس. البطلة التونسية أونس جابر تواجه اليوم اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 9 عالميا لحساب ثم النهائي بطولة ويمبلدون البريطانية. المقابلة باش تنطلق مع 4 متاع العشية وباش تكون منقول على قناة بين سبور 5. فحظ موفق لوزيرة السعادة. كان هذا بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على سيتنا tunisienumerique.com. نتقابلوا في موعد لاحقة. باي باي الناس الكل.